تجاوز إنتاج زيت الزيتون 75 ألف طن سنوياً، وينتظر أن يرتفع الإنتاج أكثر من خلال الاستثمارات القائمة، حسب ما أعلن عنه الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة ويدر بولوة على هامش اللقاء الذي جمعه بمنتجي زيت الزيتون، مذكراً أن المساحة الموجهة لإنتاج زيت الزيتون لم تكن تتعدى 170 ألف هكتار سنة 2000 لتصل حالياً 5000 هكتار. المساحة الإجمالية المنتجة في الجزائر هي حوالي رندور في حوالي 500470 ألف هكتار بإنتاج يقارب 75 ألف طن. وعلى الرغم من ضعف حجم الكميات المصدرة من هذه المادة إلى الخارج، إلا أن زيت الزيتون مطلوب في العديد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا، بالإضافة إلى كندا وأمريكا. الكميات اللي تصدر إلى الخارج كميات قليلة، يعني البلدان نصدر لها يعني برسك، يعني أوروبا، كاين في أمريكا، كندا، بعض المصدرين بدأوا يدخلوا الأسواق هذه. هذا ويتوقع المراقبون لمؤشرات سوق الإنتاج لزيت الزيتون ارتفاع إنتاج الجزائر، لا سيما بعد منح المجلس الدولي للزيت شهادات اعتراف بنوعية زيت الزيتون المحلي.